تالي رح نبدأ محطاتنا لليوم مع ضيوفنا مع الإنجاز السوري يلي عم يترك بصمته الإبداعية بمختلف مناحي الحياة، وتحت رعاية وزارة التعليم العالي ستحتفي نقابة صيادلة سوريا بتخريج الدفعة الأولى من الكورس التعليمي المستمر والتدريبي الصيدلاني ضمن اختصاصيين للصيدلة السريرية وصيدلة المجتمع والمعالجات البديلة والتغذية والتجميل أيضا. الاحتفال ينطلق على مدرج تشرين في كلية الصيدلة بجامعة دمشق في تمام الساعة الرابعة ظهرا، الثانية عشرة ظهرا من شهر آب. للحديث أكثر عن هذا الكورس بصرنا نرحب بالدكتور شادي الخطيب، عضو نقابة صيادلة سوريا، رئيس اللجنة العلمية والإعلام. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور شادي. دكتور شادي دائما يعني عم تسعوا دائما للتطوير العلمي وخاصة بما يخص الشأن الصيدلاني. اليوم هالكورسات اللي عم تبلشوا فيها والدورات التدريبية قديش مهمة للتطوير دائما وللوصول إلى كل شيء جديد؟ طبعا أول شيء بتشكركم لتسليط الضوء على هذا الموضوع، الموضوع مهم جدا. نحن موضوع التعليم الصيدلاني المستمر هو من صلب عمل النقابة في يعني تطوير المعلومات المتوفرة عند الزملاء الصيادلة. طبعا مهنة الصيدلة هي مهنة علمية بامتياز، كل ساعة أو حتى كل دقيقة مرات بيكون في معلومات جديدة حول استخدام بعض الأدوية، أثارها الجانبية، ممكن تداخلاتها أو منع استخدام بعض الأدوية اللي كانت مسموحة. يعني هذا الموضوع يقع ضمن منظومة عالمية لتطوير معلومات الصيدلانية. فكانت الفكرة الحقيقة نحن بالنسبة للصيادلة يعني بغض النظر عن سنوات التخرج، العمر، بغض النظر عن معدل التخرج، بغض النظر عن الجامعة اللي متخرج منها الصيدلاني، بغض النظر عن نوع المزاولة، يعني نحن كل المتقدمين بنقبلهم للتعليم الصيدلاني المستمر ضمن هالبرنامج اللي سميناه نحن برنامج تأهيل والتخصص والتعليم الصيدلاني. الظريف انه ما في شروط عمرية أبداً. او شروط مزاولة للمهنة، لانه هدف الحقيقة هو الاشخاص اللي هن بصيدلياتهم او الاشخاص اللي هن صار لهم فترة عم بيمارسوا المهنة، لحتى نرجع نعمل لهم نحن تجديد معلومات، نرجع مع بعضنا نحن نطلع على احدث ما توصل الاعلام ونرجع نرجعهم طلاب على مقاعد الدراسة. هي الفكرة كثير مهمة، يعني هي ابديت لكل شيء طبعا قديم تم تطويره لازم ياخذوا فكرة عنه. خلينا نحكي عن أهمية هاي التخصصات إن كان بمجال التغذية، إن كان بمجال العلاجات البديلة، وإن كان بمجال الأعشاب والطبيعة. تمام، هلا يقع على قسمين، القسم منهم هو اللي حضرتك حكيت عنه، المعالجات البديلة اللي نحن نسميه يسمى خطأ بالطب البديل، والمعالجات البديلة هو القسم الصيدلاني من الطب البديل. يعني الطب البديل هو يشمل أعمال أطباء وصيادلة، المعالجات تشمل عمل الصيادلة بحد ذاتهم اللي بتشمل كل الطرق المعالجة غير التقليدية بالأدوية الكيميائية، بالإضافة لموضوع التغذية والتغذية العلاجية وما يتعلق بموضوع أغذية الأطفال وأغذية الرياضيين واستخدام الأغذية الصحية في يعني معالجة بعض الأمراض أو كمؤازر في الوقاية من إصابة بعض الأمراض. أيضا موضوع التجميل موضوع يعني مهم جدا، نحن اليوم موضوع التجميل أصبح منتشر عالميا، الكوزمتيك هو إجمالا صار فرع من فروع الصيدلة المهمة جدا، لذلك نحن كمان ضمن الكورس تم التركيز على ما يسمى بمفاهيم التجميل، العمليات التجميلية، ماذا بعد عملية التجميل، شو لازم يستخدم من مستحضرات موجودة بالصيدليات، كيف يتم متابعة، كيف ممكن استخدام بعض المستحضرات لتساعد مثلا في العناية بالبشرة، مضادات الأكسدة، الكولاجين، المركبات الأخرى لتساعد في ما نسميه الميزوسيرابي أو المعالجة الموضعية. تماما دكتور، يعني هالموضوع كتير مهم، أكيد بهم كل الصبايا والستات، يعني دايما هن بتوجهوا يمكن للصيدلاني بدون كريم معين أو مستحضر معين. تمام. عم يكون أغلب المستحضرات تجارية، ما عم يعرفوا شو يطلبوا من الصيدلاني. هلأ هون صار في اختصاص معين للصيدلاني الصيدلاني بيقدر يخدم في الصبية اللي حابة تاخد. بالمطلق هو موضوع الصيدلاني هو المحطة الأولى التي يراها المريض، وبالتالي هو صمام الأمان، الصيدلاني صمام الأمان، لأنه نحن قبل ما نتوجه أي توجه بنشوف الصيدلاني اللي موجود بالمكان، وخاصة انتشار صيادلة في كل يعني مكان في المحافظات السورية بيخليهم قريبين من المجتمع بشكل كبير جدا. ومن خلال هذا البرنامج نحن وغيره من البرامج بنقدر نحن يعني يكون الصيدلاني في أهلية كتير مهمة فيما يتعلق بالمواضيع خلينا نقول باراميديكال، اللي هي ليست دوائية وإنما هي مؤازرة للدوائية، مثل موضوع التجميل والتغذية وموضوع المعالجات البديلة. هذا القسم الحقيقة كان في يعني مجموعة مهمة من المحاضرات، طبعا نحن المحاضرين نوجه لهم شكر جميعا، اللي هن من
مختلف خلينا نقول يعني الاختصاصات ذات الصله. يعني موضوع التجميل كان في معنا الدكتور سائر نصر الله اللي قدم قسم خاص بموضوع التجميل، هو عضو رابطه الجراحين التجميل. يعني نحن ما اكتفينا فقط ب يعني ان نعطيهم المعلومات نظريه، نحن نقلناه للعملي. كان في قسم عملي، كان في دكتوره جميل الحسيان قدمت شيء له علاقه بموضوع التركيبات الدوائيه ضمن المخبر، كيف ممكن يركبوا شامبو، كيف ممكن يركبوا لوسيون، ايمولجيل، كل اشكال الصيدلانيه اشتغلوها بايدهم ضمن المخبر. وكان في عمل يعني ورشه عمل كثير مهمه، هذا الشيء بيحقق لهم طبعا بيحقق عند عند الكل الفائده والمتعه، وبيحسسوا انه هم رجعوا حقيقه لمقاعد الدراسه، وهذا الشيء بيربط بين الجامعه والمجتمع. بالاضافه انه نحن كان في عندنا مجموعه من المعلومات حول موضوع التغذيه والتغذيه العلاجيه والبروبيوتيك والبريبيوتيك وكل المفاهيم الجديده حول استخدام الاغذيه في العلاج. طبعا دكتوره وسام زم كانت يعني من يعني المدرسين المهمين جدا اللي اشتغلوا، دكتوره يمن هلال فيما يتعلق بموضوع التغذيه، ايضا دكتوره رشا الخطيب، وهناك ايضا مجموعه من المدرسين كان في معنا دكتور سمير نوري اللي اعطاهم في ما يتعلق بموضوع الطب التكميلي. هناك ايضا يعني منظومه فيما يتعلق موضوع العقاقير واستخدام النباتات الطبيه. نحن اليوم النباتات الطبيه مثل ما تفضلت صارت موجوده بالصيدليات، صارت موجوده بالحياه، نحن صار مطلوب انه نحن نسال الصيدلاني شو ممكن نستخدم، كيف ممكن نستخدم، كيف ممكن نحن نعمل ميكسات بين النباتات المختلفه. هي لازم انه يتم انه السؤال للصيدلي اكثر من انه نعتمد على معلوماتنا العامه، لانه احيانا بيقولوا مثلا الاعشاب اذا ما نفعت فهي ما بتضر. هو مثل ما تفضلت الكلام ما هو صحيح، هذا الكلام انه صحيح. غلط هذا الشيء، نحن بحاجه لثقافه علميه متابعه. لذلك كان في معنا دكتور حسن عصام، حسن اغا، دكتور عصام شماع، دكتور جلال فندي، انا عم بذكرهم كلهم هن اساتذه في موضوع الاختصاص اللي نحن عم نذكره، وبالتالي كان كورس مهم جدا. طبعا موجه كل الشكر للسيد العميد الدكتور الاستاذ دكتور عبد الحكيم نتوف اللي ازرنا، عميد كليه الصيدله بجامعه دمشق، ازرنا في هذا العمل بشكل كبير جدا، والشكر موصول للسيد رئيس الجامعه الدكتور حسان الكردي اللي هو يعني قبل يحتضن في جامعه دمشق اول كورس رح ننقله للمحافظات الثانيه. في عنا خطه بحلب، في عنا شيء بتشرين رح ينشغل، وايضا الشكر موصول والاهم هو لراعي العمل كله هو السيد الوزير الاستاذ دكتور عاطف النداف اللي اتاح لنا الفرصه. التعليم المهني هو فكره ومفهوم جديد، هو موضوع مانو اكاديمي، ما باخذ شهاده بنتقل بعدها لماجستير لدكتوراه او ماجستير، وانما هو موضوع مهني علمي يرتبط ب تطوير المهارات في مجال معين تبعا للاختصاص اللي يعني ذكرناه، مثل ما ذكرنا مثال على ذلك موضوع المعالجات البديله كاختصاص. يعني كل اللي عم يتابعنا هلا اكيد بهمه هذا الموضوع، اي صيدلاني بحب يلتحق بهالكورسات كيف بيقدر يتواصل معكم دكتور؟ عن طريق الفروع النقابه، عن طريق النقابه المركزيه، ممكن عن طريق نحن صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، على موقعنا على الانترنت، ممكن من خلال الاتصال التليفوني، نحن اي طريقه اي وسيله ممكن. يعني عاملين تسهيلات كثير كبيره للموضوع، الحقيقة عاملينه نحن ضمن فترة 3 شهور بمعدل 3 أيام أسبوعيا، يعني يوم أي يوم لا، وبمعدل 3 ساعات يوميا فترة الظهيرة، بحيث إنه ما يتأثر عمل الصيدلاني، ما يضطر يسكر صيدليته، هو فترة الظهيرة. يعني هو التدريب مهني لازم ما يأثر على الحياة العملية للصيدلاني وما بيأثر على مزاولته، وبالتالي هو بيقدر يضل مستمر بمزاولة ويجي فترة العطلة خلينا نقول، ومن خلال هذه الفترة بيكون حصل على معلومات علمية وعملية. عنا 120 ساعة تدريبية تقريبا للإجمالي الكورس. طبعا الكورس الثاني اللي هو الصيدلة السريرية وصيدلة المجتمع هو فكرة وحالة من تطوير عمل الصيدلاني بالمشافي. نحن اليوم بزيارة لمجلس النقابة إلى مصر شفنا مشفى 57 لمرضى السرطان، جزء كبير جدا من تقديم الخدمة كان عن طريق الصيادلة. لذلك صار اليوم يعني دور الصيدلاني ليس فقط تقديم الدواء، وإنما تقديم مشورة ونصح ما يتعلق بالدخولات الدوائية الدوائية فيما يتعلق الجرعة، ضبط النظام الجرعي، علاقة الجرعة بالعمر، كيف ممكن علاقة الجرعة بالوزن، التوافر الحيوي، تأثير على الكلية، تأثير على الكبد، اطراحه شو كيف بيكون موضوع يعني المعطيات المخبرية، قديش ارتفع هاي القيمة، نزلت، شو بيأثر على استخدام الدواء. يعني كل هالمواضيع هاي كانت من ضمن خلينا نقول التوبكس اللي درسوها ضمن هذا الكورس ايضا، وهذا كمان كان كورس مهم حتى ما اغفل حدا، بس انا عم حاول احنا بس نطلعه انه احنا الكادر الموجود كله من الاساتذه والدكاتره. طبعا دكتوره فايزه الخبيلي، دكتور شادي حمصي موجود ايضا، دكتور عبيده قطيع موجود ايضا، مجموعه من المختصين بالمجال العملي والسريري والصيدلاني. يعني دكتور شادي مجموعه من المحاضرين، قديش لقيت في تفاعل بهذا الكورس؟ قديش لقيت في هلا ضمن المحاضرات اكيد على شيء معين يعني تم مناقشه، تم طرح اسئله، شو المحاور اللي ركزت عليها ركز عليها هذا الكورس او يلي انطلبت او اللي انسال عنها؟ هلا بالنسبه لموضوع السريري كان مهم جدا انه اليوم كصيدلاني شو دوره
في موضوع الإسعاف الأولي لما بيوصل مريض بحاجة لخدمة طبية قبل ما ينتقل للخدمة الطبية، خاصة إذا كان صيدلية مناوبة. شو هو دور الصيدلاني في موضوع الأدوية المزمنة؟ إذا مريض كبير بالسن عنده مجموعة أدوية مزمنة، صار في عنده تداخل ببعض الأدوية، كيف يتم ضبط هذا النظام؟ صار في اهتمام بهذا الاتجاه وتطوير دور الصيدلاني بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالتعامل مع خلينا نقول الحالات الخاصة، مثلا مثل أدوية الحمل، ماذا يعطى أثناء الحمل، أدوية الإرضاع، بالنسبة لموضوع التدخلات بالأدوية في أوقات معينة أثناء علاج السرطانات، اللقاحات، كلها هي كانت من المعطيات اللي لازم احنا يتم التركيز عليها. طبعا في محاضرين اجوا من خارج المحافظه، مثل الدكتور احمد مانعي اجى من حلب، كمان ساعدونا احنا الدكتور صفوح سباعي، مجموعه من خلينا نقول المحاضرين قدموا خبرتهم، وخاصه احنا نوجه الشكر لجامعه دمشق كليه الصيدله لاحتضان هذا الموضوع خلال كل هذه الفتره، وبشكل يعني قدرنا نوصل فيه لمعلومات وخبرات مهمة جدا يتم الاستثمار والاستفادة منها بعد الحصول على الشهادة. ذكرت لنا دكتور انه مو بس بدمشق رح يتم اعطاء الدورات التدريبية، رح تنتقلوا للمحافظات، شو اقرب محافظة رح تكونوا متواجدين فيها؟ تمام، هلا نحن المحافظة القادمة ان شاء الله نحن بحلب، نحن يعني كنا من حوالي 5 أيام عملنا لقاء مع الصيادلة في حوالي والله 150 متقدم حابين انه يتابعوا هذا التحصيل الصيدلاني العلمي بمحافظة حلب. طبعا من خلال اللقاء تم التعريف بهذه الكورسات، وسيتم افتتاح هذه الكورسات طبعا بالتعاون مع الدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب ودكتور ماهر كرمان هو عميد كلية الصيدلة بجامعة حلب. طبعا نوجه الشكر هون كمان لزميلنا الدكتور محمد صغير اللي هو راح يكون مشرف على العمل بحلب. عدد كبير من المتقدمين رغم ظروف حلب بنعرفها نحن. وهذا الموضوع بيدل انه نحن اليوم بالعلم حكما رح نتجاوز هالصعاب كلياتها ورح ننتقل ان شاء الله يعني نقاط مضيئه، لانه دائما نحن بالظلام هو بيجي من غياب النور، فبالتالي نحن مضطرين انه نحن نضل ماشيين باتجاه تطوير المعلومات العلميه، وهيك نحن بنقدر نحارب اي فكر ظلامي او اي فكر موجود نحن باتجاه انه نحن نكون حقيقه. وكمجلس نقابه كلياتنا نحن نسعى لتعميم التجربه على كل المحافظات السوريه عشان ما نعذب حدا، لانه هالمره كان في عنا طلاب اجوا من السويداء، اجوا من درعا، تكبدوا مشقه السفر من حمص ومن حلب، هالمره نحن بدنا ننتقل للمحافظات الاخرى حتى نكون قريبين بكل محافظه سوريه. يعني هذا الكورس بعد ما ينتقل للمحافظات في فكره انه يكون خارج سوريا، يعني يكون في تعاون مع دول مجاورة يتوسع هذا النطاق، يعني في هيك مشروع تمام. بالمستقبل هلا في اتفاقية عطينا عمال مع اتحاد صياد العرب اللي نحن أعضاء فيه كسوريا ومسنين بسيد الدكتور محمود الحسن نائب نقيب صياد السوري، هو نائب رئيس اتحاد صياد العرب. هذا الموضوع رح يكون في تدريب لمجموعة من الصيادلة في مصر في المشافي المصرية كتدريب في إيران، كمان نحن في عنا عمل على أسبوع سوري إيراني خلال نهاية الشهر الثامن بداية الشهر التاسع، كمان رح يكون هذا العمل فيه اتفاقية باتجاه تطوير وتدريب مجموعة من الصيادلة. عم نشتغل أيضا على الهند وروسيا، الهدف طبعا هو إفادة مجموعة من الزملاء الصياد المهتمين، بعد ما يخلصوا الكورسات ممكن نحن يتم إرسالهم بعثات تدريبية لتطوير معلوماتهم ومهاراتهم، وخاصة في المجال اللي لسه ما فتحنا هذه الدورة اللي هو الصناعة والجودة، موضوع تكنولوجيا، جلب يعني معلومات جديدة عن موضوع صناعة الأدوية، وهذا الكلام بيأهل الصياد لأنه نحن ندخل مفاهيم جديدة في الصناعة. طبعا هالكلام عم تقوم فيه الجامعات السورية بكل حرفية، ولكن نحن دعما للصيادلة اللي هن عاملين على الأرض واللي تخرجوا صار لهم فترة يعني. دكتور يعني جهود كبيرة عم تبذلوها، وأكيد كل التوفيق لكم، وإن شاء الله دايما تنشروا المعلومة الجديدة اللي بتقدم كل الفائدة باختصاصات متعددة بما يخص الشأن أي الصيدلاني. شكرا كتير لك دكتور شادي الخطيب. شكرا لك، يعطيكم العافية طبعا، ونحن بنشكركم أنتم كإعلام واقفين معنا وحدنا لحتى نقدر نوصل رسالتنا بشكل مثالي للآخرين. وطبعا بشكر كل الكادر هي التدريسية بكلية الصيدلة عشان ما يكون نسينا حدا من اللي يتعاونوا معنا، ونحن إن شاء الله قريبا نحن يوم الأربعاء الساعة 12:00 ظهرا اللي هو 16 آب راح يكون حفل تخرج، دعوة للجميع لمشاركتنا هذا الحفل لا يرجعوا هالصيادلة خريجين ويرجعوا يحتفلوا بتخرجهم من هذه الكلية العظيمة هي كلية الصيدلة بجامعة دمشق. نتشكرك كثير وموفقين إن شاء الله، وإن شاء الله بنلتقى بمواضيع تانية. يسعد صباحك مرة تانية. وين راح نروح؟